بانيه بفراخي، وعمل لي قطع لي فراخ عادي، وعمل لي كمان هنا كده حمام كذاب اهو. قدامكم اهي اهي الفراخ، ادي الفراخ غسلناها اهي. دلوقتي هرش عليهم ملح خطير، السر الخطير ادي هرش عليهم ملح وادعكهم، وبعد ما ادعكهم هشطفهم تاني اهوت، واقول لكم بعد كده على الايه السر الخطير اللي مش هيخلي ليه نتبلها. فهي تحتاج الخل عشان يطر الانسجه، لكن انا دلوقتي مش عايزه اطر الانسجه، انا عايزه بس ان انا ايه انزل الدم اللازق في بين اللحم والعظم، وهشطفه وارجع لكم اقول لكم السر الخطير بتاع. وزي ما قلت لكم على الخلطه اللي هي المكون السحري اللي هو الطحينه، انا قعدتهم حوالي ربع ساعه وبعد كده شطفتهم، ادي كده اهو بعد ما شطفتهم الطحينه بحطهم في المصفى يصفوا ميه، وبعد ما يصفوا الميه هنحط هكيسهم واكتب على كل كيس في ايه ان شاء الله بعد ما يصفوا.